بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي مقدمة هذا المتن المبارك، مقدمة القواعد الأربعة. من أي وقت بين قطري قاعدة الأربعة المتغيرات. ذكرنا فيه أن الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من الدرس كتابنا الدرس درسنا قطري. أولياء الرحمن يعني الله كولي والشيطان كولي، ما كيف فرق بين الاثنين؟ وذكرنا أسباب السعادة. سعادة حسن دوش تبقى كارم كي هو كي هون تبقى نعم. في السراء شاكر. يعني رزق على ما الله برضي شكي على ما. وفي الضراء صابر. قشتما صبر كده. وعند المعصية مستغفر. قلنا أتوقع بيبتي الله حسن ما في نعم. وقلنا أن النعمة ابتلاء امتحان اختبار. عملي من يبي الله ترفع برأي ونقرأ اللي يدان شو ما نشوفه. تنجح في الاختبار بأن تتعلق بالله لا بغيره قبل أن تأتي النعمة. يعني قصري جان باسني وني يو أنقرأ أو تقول من دبيلة آخر من آخر لي الله ترفع الله سمجرني ولا الله بيكون قصي سمجرني. وبعد أن تأتي النعمة قلنا تشكرها بالقلب واللسان والجوال. النعمة ترفع يو أنقرأ أي شيء كيس برتي الله ولي الله ترفع تقدم عليه. نعم. أيضا قلنا أن الناس عند الابتلاء منهم من يتسخط يعترض على القضاء والقدر بالقلب أو باللسان أو بالجوارح. العمل بعدين بتوشك ولا ما نسي هذا أحمد عقب ما تي راجع مدين راجع مطول يبدأ لي أحمد مطول راجع أمر له وليس صبر قاضينا. نعم. طيب. وقلنا الإشكال كل الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر. ثم سيكون سامر ما نسي باب غريب وزي الله سنو ما فينا مامس. نعم. هذا القسم الأول. يقول القسم عملي. القسم الثاني لماذا ندرس التوحيد؟ الكتاب كدوسر قسم هو يدوسر قسم هو يسوع جامع كعمي توحيد كده بروز. أهمية التوحيد وخطر الشرك. رئيس كتاب يس قسم برضه عمي نسوي كي توحيد وأهمية كيو الشرك يعني غمبير تاكيو. من يصيد الأسماك ماذا يصنع؟ يضع الشباك حتى يصطاد به الأسماك. جس لما سيكون جندسة ودكي قردسة ولي جالي يعني ذا ما سليك قمرنا لي جالي قردسة. الشيطان يضع لنا شباك وهي شباك الشرك حتى يوقع الناس في الشرك الأكبر. كسريني الشيطان اللي عمله عمي لكي الشرك ما الشرك قررنا لي عماتي ولي جال عنك. فلابد أن نحذر من الشرك. كسر دروسك عمي يسبرتي هشيارك. نتعلم الشرك عم يشيل بارسكم حتى لا نقع فيه. شيل نظر له. نعم. ونحذر أن يدخل شيء من الشرك في العبادة لأن العبادة إذا دخلها الشرك أصبحت فاسدة باطل. ضروري ساكي عم يشيل بورتي وشيال عمر أهم عبادة روما الشرك لينا داخل برا. كنا ما نجدي كل عبادة مشرك غاية بنيت كل عبادة برمادة حاسب. أنت عندما تصلي الآن. تحرص في الصلاة لا يخرج منك ريح لأنه لو خرج منك ريح أصبحت الصلاة باطلة. نعم. لا تنتقد وضوءك. إذا تبي نواد برد ولا تبي خشان ونسك تبي ما تهوى نيس كوس كنا وني هوا نيس كوس نواد وجو جانسون نواد باطل نيس. لأن الوضوء إذا انتقض أصبحت الصلاة باطلة. كنا وني وجو طول كوس نواد وضيء. فما بالك بالشرك؟ الشرك يحبط الأعمال. يحرقها. يو عندك كله غمبير تشرك كنا من الشرك اللي سوي ماني ماني اسمه سوي كرم يعني اللي برباد قلبي إن شاء الله. إذا لابد أن نتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. تي برا ضروري ساكي عم الشرك بالي جانو الشرك ما قرنا لاي. ونتعلم التوحيد حتى نحقق التوحيد ونعمل به. والتوحيد لا توحيد راح يكسر بعد بعد جانو بارما جانو راح تسلي كرة من لاي. هذا هو القسم الثاني أهمية التوحيد وخطر الشرك. أي إسكتاب كدوسر قسمه. والله أعلم. الله سبحانه وتعالى.